وللمزيد حول تطورات وتداعيات الأوضاع في قطاع غزة في الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية، وفي ظل استمرار الاحتلال في عملياته العسكرية في مدينة رفح والتخبط السياسي والعسكري لإدارة نتنياهو، ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ طارق عكاوي. حياكم الله أستاذ طارق. حياكم الله أخي الكريم. أهلا بك. كما ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي سامر عوض. حياكم الله أستاذ سامر. أهلا وسهلا بكم أستاذ عبد الرحمن وضيفك الكريم. مرحبا بكم. لعلي أبتدأ معك أستاذ طارق، يعني في ذكرى النكبة الفلسطينية وبدء أولى عمليات التهجير منذ سنة 48 وحتى آخر عملية تهجير واسعة بعد عملية طوفان الأقصى، هل يبدو لك الكيان المحتل اليوم أكثر وضوحا وشراسة لربما تجاه تهجير كامل للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية؟ ومشاهدينا الكرام، يأتي هذا العام، تأتي النكبة هذا العام ولها طعم مختلف، رائحة مختلفة وشكل مختلف. إننا ولأول مرة منذ أكثر من 7 عقود نشعر أننا أمام مرحلة جديدة خطها أهلنا في غزة والضفة بدمائهم الزكية، طعمها طعم الانتصار ورائحتها عبق الشهادة ورائحة المسك في دماء الشهداء الذين سقطوا دفاعا وإحياء لهذه القضية. وبالتالي على مدى العقود 7 وزيادة الماضية لم نكن نشعر أننا قريبون من النصر ومن التحرير ومن العودة كما نحن هذه الأيام. لقد مضت كل النكبات السابقة ونحن نشعر يوما بعد يوم وأننا نبتعد عن عودتنا إلى ديارنا وأهلنا التي يعني تركناهم خلفنا. كنا نشعر أن إمكانية العودة وتحرير الأرض تبتعد عنا نتيجة المتغيرات والظروف الإقليمية والدولية ونتيجة يعني التمسك والتعنت الإسرائيلي والاستيطان الذي قضى على كل أحلام الفلسطينيين آنذاك. إلا أننا أمام يعني طوفان 7 من أكتوبر، وجدنا أن هذا الأمل، وجدنا أمل العودة أصبح قريبا، وجدنا أمل التحرير أصبح يعني في متناول اليد. وبالتالي هذا المشروع، هذا الحلم الفلسطيني على أمل أن يستمر حتى يتحقق لنا النصر، ونسأل الله عز وجل أن يرحم الشهداء في هذه المصاب الذي يعني ألم بنا جميعا. عدد الشهداء عدد كبير جدا، تكاد تكون الثورة الفلسطينية على مدى كل مسيرتها لم تقدم مثل هذا العدد من الشهداء والجرحى، لم تقدم هذا الكم من الدمار الهائل والتدمير لكل المؤسسات والبنى. حتى إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان لم يتم تدمير هذا العدد من المنازل والمؤسسات، ولم يتم يعني ولم نتكبد مثل هذا الحجم من الخسائر. إلا أن كل ذلك نسأل الله عز وجل أن يكون في ميزان حسنات من قدم الدم والغالي والرخيص في سبيل أن يعيد لنا الأمل في تحرير أوطاننا. نرى الأمل معقود حقيقة في الشعوب العربية والأجنبية التي خرجت مناصرة لقضيتنا الفلسطينية، القضية الفلسطينية التي كنا رأيناها خلال العقود الماضية قد يعني طواها النسيان وطمست بفعل اتفاقات التسوية في المنطقة. نرى الآن هذا الأمر يعني بدأ يتغير، نرى الرواية الفلسطينية والتربية الفلسطينية أصبحت تسود، نرى تغيرا في المجتمع الأمريكي وهو المجتمع الأكثر تأثيرا على قضيتنا وعلى مسار الصراع العربي الإسرائيلي. نعم. طيب أستاذ سامر، في هذا السياق صمود المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بطبيعة الحال وازدياد لربما الوعي العالمي بطبيعة الصراع العربي الصهيوني أو الإسرائيلي، إلى أي مدى لربما ساهم بعرقلة ورفض مشاريع التهجير التي كانت مستمرة على مدى 76 عاما على القضية يعني الفلسطينية؟ بداية أستاذ عبد الرحمن، يعني مع اعتذاري أعتقد بأنه أخالفك الرأي. الحراك الشعبي هو حراك يتعلق بالتضامن
وبدعم القضية الفلسطينية. أما بالنسبة لملف التهجير والحقيقة تكمن في أن هناك أمرين يعني ساهما في قضية إفشال التهجير في هذه النكبة الجديدة التي يعيشها شعب فلسطين في قطاع غزة. الأمرين هما الأمر الأول بأنه الشعب الفلسطيني لقد مل من أن يكرر نفس المأساة، بمعنى ما يحدث اليوم أشبه بما حدث بالأمس. الاحتلال عام 48 قام بمجازر أكثر بشاعة لكن لم يكن الإعلام ينقلها، هجر قرى وذبح ناس وقام بتهجيرهم من قرية إلى قرية ومن مكان إلى مكان حتى شتت الشعب الفلسطيني إلى لبنان ودول الطوق. قام بمذابح في أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية، سلب أرضها طهرها عرقيا وقام بالاستيلاء واحتلالها. الشعب الفلسطيني يعيش النكبة يوميا منذ عام 48 حتى هذه اللحظة، لكن التهجير أفشل بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينصب خيمة اليوم بعد أن مل مرارة الاحتلال على مدار 75 عاما. ثانيا أعتقد بقراءة بسيطة بأن الشعب الفلسطيني صموده داخل قطاع غزة هو الذي أفشل التهجير، وإلا لنجح الاحتلال منذ اليوم الأول في قضية دفع الشعب الفلسطيني إلى سيناء، لكن كل الأحزمة النارية وثلاثة قنابل نووية من الأطنان والمتفجرات التي نزلت على قطاع غزة، وبرغم كل التدمير الذي تفضل به ضيفك الكريم في البداية الذي يحدث من قبل الاحتلال في قطاع غزة بشكل ممنهج، وحرب التجويع وألاف الشهداء وألاف الجرحى وقضية تشتيت الناس والنزوح في هذا المجال، كل هذه المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال، الشعب الفلسطيني يدرك هدفها أن يترك الاحتلال الشعب الفلسطيني وطنه حتى يستسهل الاحتلال أن يكون سهل في قضية السيطرة على قطاع غزة وأن يستفرد بالمقاومة. وهذا الشعب الفلسطيني يرفض بعد 75 عاما من النكبة والاحتلال الذي عانى منهما الكثير، وآن الأوان لأن ينسلخ هذا السرطان من المكان، وبالتالي صمود الشعب الفلسطيني ورفضه لتكرار نفس النكبة التي حدثت قبل 75 عاما، خاصة وأننا نتحدث أستاذ عبد الرحمن عن طبيعة الجغرافيا في قطاع غزة، معظمها من الذين عايشوا النكبة عام 48 وعايشوا النكسة، يعني بمعنى هم الحقيقة من يدرك وجع أن يتم تسفيرهم أو ترانسفيرهم أو تهجيرهم مرة أخرى من داخل قطاع غزة. بالتالي الشعب الفلسطيني ليس له إلا خيار واحد، أن يقاوم هذا الاحتلال حتى التحرير، والشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة اللاجئين ليس لهم إلا حق العودة إلى قراهم التي احتلت عام 48 و 67. نعم. طيب أستاذ طارق، بالانتقال إلى تصريحات الإدارة الأمريكية التي تكررت كثيرا بأنها لن تدعم أي عملية عسكرية واسعة في رفح، واليوم كما تعلم تم تحويل حزمة مساعدات عسكرية إلى الكونغرس لمراجعتها تمهيدا لتزويد إسرائيل بها، يعني كيف تعلق على التناقض الأمريكي ما بين التصريحات والأفعال على الأرض؟ يعني منذ أن تابعت الإدارة الأمريكية ملف الصراع العربي الإسرائيلي أو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي دائما ما تعطي الوعود والأقوال التي تأتي دائما مخالفة يعني للأفعال، وبالتالي هذه ليست أول مرة تنقض فيها الإدارة الأمريكية ما يعني ما تقوله أو ما تتوسط به. يعني على سبيل المثال أعطي مثالا بسيطا، عام 82 عندما اجتاحت القوات الإسرائيلية لبنان تم إعطاء ضمانات للقوات السورية أن الإسرائيليين لن يقتربوا منهم، وجاء يعني وقتها وزير الخارجية فيليب حبيب وزير سوريا وأعطاهم تطمينات أن المعركة مع الفلسطينيين فقط مع المقاومة الفلسطينية ولن يتم التعرض للقوات السورية في لبنان. وبعد عدة أشهر يعني وعلى غفلة وعلى حين غفلة من السوريين تم قصف مواقع السوريين في البقاع نذلك، واستشهد 1000 جندي سوري وتم تدمير كل الطائرات الحربية السورية الموجودة في سهل البقاع وعلى الحدود السورية. وبالتالي يعني وجد الأمريكيون أنفسهم أنهم يعني نقضوا العهد الذي يعني تقدموا به للسوريين، وهذا الأمر أيضا استمر مع الرئيس ياسر عرفات عندما طلبوا منه مغادرة لبنان وحماية الفلسطينيين وأن يكون آمنا في تونس، ومن ثم القوات الإسرائيلية ذهبت إلى هناك واغتالت القادة الفلسطينيين. دائما الأمريكي يقدم شيء ولكنه يعني أفعاله تأتي مخالفة لما يتعهد به، لأنه إلى حد ما يرضخ للضغط والضغط الإسرائيلي لللوبي الإسرائيلي
وهو يرى أن سياسته تقوم على تفوق إسرائيل في المنطقة. إذن برأيك يعني هل الأمريكي لا يراوغ بهذه الوعود وبهذه الالتزامات؟ هو لا يراوغ لا هذه جزء أنا أعتقد أنها جزء من سياسته يعني في المنطقة، يعطيك وعود حتى تطمئن ومن ثم ينفذ هو الأجندة الخاصة به يعني. نعم طيب يعني قد تخطئ مرة في إعطاء وعد يعني أو مرتين، لكن على إذا راجعنا كل مسيرة التدخل الأمريكي في المنطقة، يعني عندما أصلا ذهب الفلسطينيون إلى مؤتمر السلام مؤتمر التسوية في مدريد، أخذنا وعود بدولة فلسطينية في موضوع أصل، أخذنا وعود بدولة فلسطينية خلال 5 سنوات، قدم الفلسطينيون اعترافا بإسرائيل وتنازلوا عن أكثر من 70% من الأرض الفلسطينية، ومن ثم لم نحصل لا على دولة ولا على سيادة. وبالأمس القريب يعني عرض ملف فلسطين، تصويت على فلسطين لتكون عضوا في الأمم المتحدة، ولم وأيد ذلك كل أعضاء مجلس الأمن إلا أمريكا، استخدمت حق النقد الفيتو، على الرغم من أن هناك 143 دولة داخل الأمم المتحدة تعطي أو تطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة. طيب في هذا السياق أستاذ سامر، يعني منح عضوية كاملة لفلسطين في مجلس الأمن لربما كان حلم بعيد المنال قبل طوفان الأقصى. السؤال هنا إلى أي مدى كان أو كانت المقاومة أو حققت المقاومة، نظرية المقاومة أتحدث هنا، إلى أي مدى حققت نجاعة ونجاح في أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة؟ فقط أعقب على سؤالك للضيف الكريم. قضية الإدارة الأمريكية هي يعني لا تنظروا إلى لسانه ومعسول كلامه، إنما انظروا إلى أفعاله. الإدارة الأمريكية لم تكن يوما من الأيام في صالح الشعب الفلسطيني، ولن تكون إلا في صالح الاحتلال، لأنها المستعمرة التي تحمي مصالحها اليوم. وللأسف بناء على سؤالك، يكفي أن المقاومة الآن، لو لم يكن للمقاومة من بعد طوفان الأقصى إنجازا إلا هذا الإنجاز الذي عرض الاحتلال، يعني نتحدث عن 7 أهداف استراتيجية تحققت من قبل المقاومة. أولا، حققت المقاومة بأنه طريق السلام طريق وهم، وهذا لا يمكن أن ينتج في نهاية النفق إلا للعدم، بمعنى 30 عام من مفاوضات هذا الاحتلال والاستسلام له والخضوع لمطالبه منذ اتفاق أوسلو الذي تنازل عن 73% من عفوا 77% من، لأنه تبقى 23% ما بينها أراضي تتبع لمنطقة سي، وبالتالي منذ عام 1993 حتى هذه اللحظة 30 عام لم يحقق الوفد الفلسطيني المفاوض بالدبلوماسية وبالسياسة إلا الوهم، بمعنى تصريح نتنياهو الأمس قال بأنه لن تتحقق الدولة ولن يتم إنشاء دولة فلسطينية. الإدارة الأمريكية التي وقع اتفاق أوسلو على حل الدولتين وتغنت به من أجل إنشاء ما يسمى بالمبادرة العربية للسلام، واعتبر هذا ضمن السياق المبرمج للدعاية من أجل مشروع التطبيع في المنطقة، هو حل الدولتين، سقط حل الدولتين بالسياسة. اليوم المقاومة أجبرت دولا في قضية التعاطف مع الشعب الفلسطيني، وسحبت العاطفة لأن صوت الضحية كان أعلى من كل الدعاية السوداء التي قام بها الاحتلال على مدار 75 عاما، والدعاية التي يمارسها الغرب والاحتلال أيضا خلال ما بعد 7 أكتوبر. وبالتالي اليوم المقاومة حققت أيضا هذا الإنجاز في قضية أن يتكبد الاحتلال أكبر خسارة دبلوماسية في قضية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. بمعنى اليوم كل الدول ترفض أن يكون هذا الاحتلال كأطول احتلال. جنوب أفريقيا تنطلق من هذا المنطلق، بمعنى الاضطهاد الذي عاش الشعب في جنوب أفريقيا لا يريد الشعب الفلسطيني أن يعيش كذلك. إيرلندا اليوم التي تنادي بذلك هي كذلك. كل الشعوب الآن أصبحت مع الشعب الفلسطيني، وبالإضافة إلى قضية تعرية وهم هذا الاحتلال الذي لا يقهر وتكبيد الخسائر للجيش الذي كان بعبعا في المنطقة، الضغط على الإدارة الأمريكية للانصياع في قضية بأن الشعب الفلسطيني يستطيع أن ينتزع حقه انتزاعا. وبالتالي أعتقد بأنه اليوم وصلنا إلى قضية بأنه لا يمكن أن يستجدى الحق أخي الكريم.
الحق ينتزع انتزاعا كما أخذ بالقوة، يجب أن يسرد بذات السياق وبذات المعنى، لأن هذا الاحتلال على مدار 75 عاما لم يفهم إلا هذه اللغة من اللغات التي يتم الحوار بها معه وحتى يصاع ويستجيب. وبرغم ذلك لازلنا نشاهد بأنه حتى اللحظة الأخيرة برغم من القوة التي تمارسها المقاومة عليها لازال يذبح في الشعب الفلسطيني ولا ينصاع. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر، كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي سامر عوض، شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي من بيروت عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الذي انضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ طارق عكاوي، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين.